الرئيس حسن روحاني يفوز بولاية ثانية لجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد حسمه للانتخابات الرئاسية من جولتها الأولى بحصوله على الأغلبية المطلقة بنسبة 57% من أصوات الناخبين، والذي بلغ عددهم 41 مليون شخص، متقدما على منافسه المحافظ السيد إبراهيم رئيسي الذي حصل على نسبة 38% من الأصوات. الانتخابات كانت بمثابة ساحة لاتخاذ القرار وسبيلا للحل السلمي لاختلاف وجهات النظر السياسية والاجتماعية والثقافية في البلاد، كما أعلنت لدول الجوار أن تعزيز الأمن في المنطقة يتحقق من خلال دعم الديمقراطية واحترام آراء الشعب وليس الاتكال على القوى الأجنبية. وما أن أعلنت نتيجة الانتخابات حتى عم الفرح أجواء العاصمة طهران، آلاف الإيرانيين نزلوا إلى الشوارع والساحات للاحتفال بفوز الشيخ روحاني الذي منحه الإيرانيون ولاية ثانية علّه يحقق ما بدأ به منذ 4 سنوات. أنا مسرورة للغاية بفوز الرئيس حسن روحاني، وأتمنى منه العمل على إزالة بقية العقوبات المفروضة على البلاد وإيجاد فرص عمل لشريحة الشباب. لقد أثبت الرئيس روحاني خلال ولايته الأولى بأنه رجل دبلوماسي منفتح على العالم ويحاول حل مشاكل البلاد وفق برامج وخطط مدروسة، لذلك فهو يحظى بشعبية كبيرة. لقد وقفنا إلى جانب رئيسنا روحاني ودعمناه في حملاته الانتخابية ومنحناه أصواتنا، لذلك نأمل منه أن يفي بوعوده التي قطعها أمامنا بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. إذن ولاية ثانية للرئيس روحاني تمتد ل4 سنوات مقبلة، لا شك بأنها ستكون كافية لإكمال برامجه السياسية والاقتصادية، لكنها لن تكون سهلة، فأمامه تحديات داخلية وخارجية والكثير من الوعود التي كان قد قطعها أمام جمهوره خلال ولايته الأولى. ملحمة انتخابية سطرها الإيرانيون من جديد، قالوا كلمتهم الفصل ومنحوا ولاية ثانية للرئيس حسن روحاني في انتخابات اعتبرها الكثيرون هنا بأنها انتصار كبير للنظام والشعب باختلاف طوائفه. محمد الشيخ للأخبارية السورية، طهران.